أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء؟ صبغ الشعر فيه تفصيل للنساء والرجال. إذا كان الشعر شيبا فإنه يغير بغير السواد، يعني يصبغ بغير السواد، بالحمرة أو بالصفرة أو بالسواد غير الخالص، يغير الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فهذا لا يجوز وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد على من يصبغون لحاهم بالسواد. وكذلك النساء تصبغ شيبها بالسواد، يتناوله هذا الوعيد الشديد. نعم.